امبارح وحتى قبل يعني ساعات قليلة لم ينقطع الطبل والرقص والفرح من يعني بيوت النادي الأهلي ومن لعيبة النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي. أفراح كثيرة وسعيدة وجميلة، ويستحقوا أن يسعدوا ويستحقوا أن يفرحوا ويستحقوا أن يقولوا إن هم بعبع بعبع أفريقيا. عملنا لكم فيديو كده مجمع، هدية للنادي الأهلي وهدية لكل جمهور النادي الأهلي، الاحتفالات والحتت الجميلة والحتت اللطيفة ننبسط بيها معاكم، وإهداء للنادي الأهلي. الفقرة القادمة اسألوا رجاء، هذه الهجمة الشرسة من مجتمع المثلية الجنسية على العالم، ماذا نفعل وماذا نقول لأولادنا؟ الفقرة القادمة اسألوا رجاء. أسيب حضراتكم مع هذا الفيديو الطريف اللطيف الظريف الخفيف. وتذكر ولا تتنكر، قلت لك أهلي واحد ماتش واحد يجيبوا جون واحد. تذكر ولا تتنكر. نشوف يا أحسن أحسن والله أنت اللي تتمنى والله أحسن أحسن أحسن. الحمد لله على البطولة، ونشكر جمهورنا دايما اللي بيدعمنا وتمام. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، وزي ما قال عمرو اديب من امبارح، افراح وليالي ملاح في الشوارع القاهره الكبرى، في بيوت كل اهلاوي، في كل من ينتمي الى النادي الاهلي، وكله كقلب رجل واحد. تعالى 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 نكسب افريقيا، زي ما سمعنا في اغاني وافراح وليالي ملاح مع الاهلاويه. وعمرو اديب قال لك انا مش عارف انام، النادي الاهلي سيب مين يفرح، النادي الاهلي هو الفرحه الوحيده في الشارع الرياضي المصري، وخصوصا لجمهور النادي الاهلي. يبقى الاهلي بتوقيت الاهلي بتوقيت 11، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا لل 11 مره. النادي الاهلي بالبلدي كده يكيفك كوره، النادي الاهلي تحس تنبسط معاه وانت بتشجعه، النادي الاهلي ما دايما عشمك في محله بمنتهى الامانه، وانت بتعشم في النادي الاهلي انت عارف انت رايح فين. لعيبه قد المسؤوليه، نادي قد نادي، عارف ان جمهوره بالملايين في الوطن العربي وفي افريقيا. الارقام بتخلص كل الكلام، اما تيجي تتكلم كويس عن حد لازم وانت بتتكلم طول ارقامه، علشان ما حدش يطلع ويقول لك انت بتجامل انت بتطبل. طب ازاي؟ طب تقول ايه على النادي الاهلي وهو 4 نهائي ورا بعض في اخر 4 سنين و11 لقب دوري ابطال افريقيا؟ كلمني عن المنافس بتاع النادي الاهلي على مستوى القاره، عنده كم نجمه؟ النادي الاهلي زهق من تغيير التيشيرتات
بتاع النجوم. ما هو عنده التيشيرت الاخير عنده 10 نجوم، عايز يعمل تيشيرت تاني في 11 نجمه. يبقى الاهلي بيصعب الامور على نفسه، والاهلي بيفرح جمهوره، وجماهير النادي الاهلي فرحانه بلعيبه النادي الاهلي وبكيان النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيسيطر على افريقيا وشعار النادي الاهلي في المرحله الاخيره هلم المنافس. جن جنون عمرو اديب من النادي الاهلي. عمرو اديب العالم العربي كله عارف ان هو زملكاوي، فكله بيستنى كلامه عن الاهلي، كله بيستنى رده فعله على النادي الاهلي. عمرو اديب النهارده بيفاجئنا باحتفال كل بيوت القاهره وكل بيوت الاهلاويه، واغنيه تعالى 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 نكسب افريقيا مع النادي الاهلي. وزي ما قلت لك يا خواجه، عايز تبقى اسد، عايز تبقى اهلاوي، لازم تبقى اسرع من اسرع غزالة. هكذا هو النادي الأهلي سيد القارة الأفريقية. حبيبي يا خواجه.